كما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. النفخ في الصور وهذه بداية القيامة، القيامة الكبرى. الصور في لغة العرب القرن، وسماه القرآن الصور وسماه الناقور، فإذا نقر في الناقور، نقر يعني نفخ، في الناقور يعني في الصور. ينفخ إسرافيل في الصور مرتين، وهذا رجحه القرطبي وحافظ ابن حجر في الفتح وكثير من العلماء. النفخة الأولى هي نفخة الصعق، وبها يحصل فزع قبل الصعق، فزع ورعب مفاجئ سريع جدا يعقبه صعق، يصعق على أثرها كل من في السماوات والأرض من ملائكة وجن وإنس إلا من شاء الله. الإمام ابن حجر حيث قال في الفتح: هذه النفخة يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله تبارك وتعالى. قال ابن حجر في الفتح: هذه النفخة الأولى. باختصار، النفخة الثانية نفخة البعث والإحياء. نفخة البعث، التي بها يحيى جميع الخلق، يبعث الله تبارك وتعالى بها جميع المخلوقات من إنسها وجنها وحيواناتها وهوامها. وأول من يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، حديث في صحيح الإمام مسلم، وهذا ورد في القرآن الكريم. تعالوا نشوف النفخ في الصور اللي هي نفخة البعث والإحياء في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم
من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث، الأجداث جمع جدث، فتح الجيم والدال، جدث، والجدث هو القبر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويقول الله عز وجل أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قد شخصوا بأبصارهم، ينظرون ماذا يفعل الله عز وجل بهم. أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. يا الله، كيف لو سمعت صراخهم وعويدهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون؟ كلما دخلت أمة إلى النار لعنت وحدها، يتسابون. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون. إنها النار عباد الله، نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.